في البرع في اعلى المزارع هم دوكس في ضمانهم رجولة ومجدع وسته مسمع اخونا الكبير ابو نور شرف بلدنا ومنه استفدنا ابو نور حبيب الجمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، أحلى مساء عليكم جميعا. طبعا يا جماعة النهاردة هنتكلم في حلقة مهمة جدا وهي أعمار الكلاب في التدريب. أعمار الكلاب في التدريب في ناس كتير بتعاني من المشكلة ديت وبيقول يا ترى كلب عدى السبع شهور هينفع يتدرب، كلب عدى الخمس شهور هينفع يتدرب، الكلب عنده قد إيه ينفع يتدرب. طبعا كل الحاجات دي يا جماعة في ناس كتير بتشتكي منها، حابب إن أنا أوضحها شوية في الحلقة ديت وأقول إيه لازمة إيه ميعاد التدريب الصحيح وإيه وقت التدريب والكلام ده كله، ولو الكلب عدى المواعيد الأساسية ايه المواعيد الاساسيه وايه الحاجات دي كلها وايه الكلام اللي احنا هنبدا نتكلمه دلوقتي وهنوضح في الحلقه دي حاجات كتير ممكن انت ما تعرفهاش. طبعا يا جماعه لو انت مربي كلب عندك في البيت وحابب انت تدربه ومالكش دعوه بمدرب ولا ليك دعوه بمركز تدريب ولا الكلام ده كله، لا ابدا تدريب من عمر شهرين، دي ما تفرقش، لان الكلب بيبدا من عمر شهرين ياخد تنبيهات ويبدا ياخد تاهيل على اللعبه على الاكل على الميه على الحمام على الحاجات دي كلها، وبيبدا كمان ينتبه للكلمات اللي انت بتطلعها له زي اقعد تعالى مش عارف ايه، والاغلب بتبقى كلمه اقعد وكلمه تعالى. طبعا الكلمات دي بيبدا الكلب ينتبه لها من عمر شهرين، مش هنقول لك ده لما يوصل لسبع شهور هيبدا يفهمك، لا الكلب بيبدا يفهم من عمر شهرين. طيب افرض انا ما دربتش كلبي ولا عملت الحاجات دي كلها وكلبي وصل لحد سنه، يعني سنه كفايه يعني حلو سنه او ثلاث سنين او سنتين او الحاجات دي كلها، لا بيكون سهل يتدرب بس بيكون في معاناه على اللي بيدربه. معاناه ازاي؟ ان الكلب بيوصل لمرحله ان خلاص اتعود على قانون حياه قديم، متعود على كلمات يعني خلاص مفيش كلمه او نبره معلقه معاه، يعني بيجي صاحبه مره يقول له اقعد ما يقولهالوش 70,000 مره، بيجي صاحبه مره يقول له تعالى ما يقولهالوش 100,000 مره، بيجي كذا. انما الكلب اللي بيبقى مدرب من عمر شهرين وصاحبه معوده او صاحبه متفاهم في تربيه الكلاب وفاهم سلوكيات الكلاب بيبقى معوده كل ما يجي يقول له اقعد 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 ما بيغيرش الكلمه، اصبح كده بيوصل رساله للكلب عن طريق الصوت او عن طريق نبره الصوت ان الكلب عارف كلمه اقعد بينفذ كذا، كلمه اقف بينفذ كذا. فده بيكون طبعا كلب بيكون احسن من الكلب اللي ما فهمش خالص او اللي ما اتعلمش خالص. اما بقى اللي ما اتعلمش خالص ده بيكون عقبه على اللي بيدربه، او انت لو صاحب كلب وهتيجي تعلم كلبك بعد ما شاب ودوه الكتاب يعني بعد سنتين ولا حاجه وتبدا تعلمه اقعد وسلم والحاجات دي هياخدها منك، بس هياخدها منك بطريقه صعبه. لكن موضوع مستحيل دي مفيش مستحيل، وانتوا عارفين يا جماعه الحمد لله احنا اخر فتره دي كنا مدربين كلب عمره خمس سنين. خمس سنين يعني شوف بقى، خمس سنين صحاب الكلب سايبينه ومحدش بيجي يمه الا غير الاكل والشرب والرعايه، مفيش اكتر من كده. لكن معنى خمس سنين هل مش اتدربش؟ لا اتدرب وبقى تمام التمام وفهم وبقى حاجه كويسه جدا، وكمان كان بيدي طاعه جميله جدا. طبعا دي الرساله اللي انا كنت حابب اوجهها لكل الناس اللي متابعانا. مواعيد تدريب الكلب يفضل هو بعد سبع شهور، ده يفضل بعد سبع شهور، لكن كتأهيل للكلب لا أهل من وهو عنده شهرين، يعني ابدأ اتكلم مع كلبك من وهو عنده شهرين. طيب لو فاتني الميعاد معاك لحد اي ميعاد بتبدأ ان انت تدربه فيه، بس ده بيكون مجهود اكتر وبتبذل تعب اكتر على قد ان الكلب عدى الفترة دي كلها، يعني خمس سنين او اربع سنين او ثلاث سنين الفترة دي كلها الكلب ما استفادش فيهم حاجة، تبدأ ان انت عايز تفيده بعد الفترة دي بتوصل له المعلومة بس بتوصل له بطريقة صعبة شوية، لان خلاص اللي في دماغه في دماغه وبقى يسمى تحت قائمة الكلاب العنيدة، لكن بيقدر يتغير بعد كده بس مع المجهود ومع الوقت. في الاخر نقول لكم تحياتي لكم وتحياتي لكل متابعينا، ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاتشي يسرح كاتشي يجرح كاتشي زبط المناخ، كاتشي عافر كاتشي كافر كاتشي خلي العقل ده، كاتشي حاصر كاتشي واصل كاتشي قفش في الفراخ، كاتشي ضارب كاتشي حارب كاتشي حدي في سياق، كاتشي كسر كاتشي دمر كاتشي اللي حيرازي عندي، كاتشي امسك كاتشي احرس كاتشي تحفش في العيال.